بنعمة. السلام عليكم. الله يسلمك يا خالد. اي والله 20 مرة سلمنا عليك. بس 20؟ بس 20. ولا صار 21 تصير مزادة. اي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انا بضيافة خالي جميل سعيد الصيادي، اروح فدوة اليه، هذا الخال الطيب، الخال العزيز اللي احن عليه اكثر من كل الدنيا، كلهم اخواله احبهم بين ما بين الله. الخال شلون احنا عدنا يقول مثل لولا المشكل خال والد، مو خال صدق؟ اقول صدق شنو معناها؟ اي والله. لا صدق معناها شنو؟ لا هو فلسفه، لا هو خيط وخرابيط، ها؟ خال. الخال شنو يقول لولا المشكل خال والد؟ ها؟ والله ما ادري. كان بس تجيبونها تحطونها بروسنا واحنا كل شيء ما نعرف. كل شيء ما اجيبها من نارتها من نار ما جاي تدخل براسي. الله يحفظك يا خالد، شلونك؟ الحمد لله. مو رايك احوالك؟ صحتك؟ الحمد لله. ان شاء الله عافيه وخير وبركه، وانا احتاج الدعاء الخالي جميل ابو بشار الطيب لانه مريض ويحتاج الدعاء مالتكم. واسال من الله سبحانه وتعالى ان يشافي جميع المرضى، جميع المرضى. وأن يعافيهم وأن يجعل صحتهم فوق كل شيء، فوق المال، فوق الدنيا. الصحة لا مثيل لها، جمع المال، بناء البيوت، يعني كل شيء، كل شيء هي بالصحة. إذا راحت الصحة، إذا ذهبت الصحة ذهب كل شيء معها. ماكو أحلى من الصحة. صلة الأرحام واجب، واجب صلة الرحم، فإنها تطيل من العمر. صدقون أنا اليوم قاعد يم أبو بشار وهو مريض وجدا حالته تعبانة، لكن بينما بين الله كأني أنه أنا قاعد يم أمه اليوم، لأنه هو الوحيد اللي بقى يعني بقى من أخوالي، هو أبو بشار الطيب خالي أخو أمي. فالله شاهد كأنما قاعد أنه أنا جانب أمي وأشوف أمي، أشوف أبوتش، أشوف ملامحة. فصلة الرحم واجب، فلا تنسون عليكم بصلة الرحم. اللي مقطوع رحمه يحاول أنه يوصل، يحاول أنه يسامح نفسه، حتى لو يشوف المقابل عائلة. أنا أبو بشار ما عائل وياي، أنا عم عائل وياه لأنه هذا صار فترة ما جاي، تعرفون قضية الدراسة وقضية أنه المشاغل والمشاكل الاجتماعية أبعدتني عن خالي، أبعدتني عن الناس كلها. ملتهي طبعا وي بس على قضية الفيديوهات وكذا وذن السوالف وقضية المجتمع وناس نفس ناس صلة الرحم. فاليوم أني وصلت الرحم إنه خالي، أسأل من الله يطيل عمري ويطيل عمرك. فاللي عده قطع بصلة الرحم فعليه شنو؟ عليه إنه يذهب إلى ذلك الأخت، الأخ، الخال، العام، الأب، ويكون معه صلة رحم حتى يطيل الله في عمره ويرزقه رزقا من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. أي خالي خير من الله. خير من الله انت؟ اي والله. بس انت هسه ايدك مشلوله وكذا وكله وتقول خير من الله؟ اي انت احسن من غيرك، هسه تقدر تقوم للتواليه. خير من الله. اي لحد يضجر من المرض، لحد يضجر من المرض. نعم. اي نشوف انت نفسك مريض، شوف الاكو بعد واحد من عندك اكثر مرض، فانت تشوف نفسك في غنى وفي عافيه، فانت افضل من الغير. اسال من الله يحفظكم جميعا. بعد ما عندك شي خاله، هم توصيني بشي؟ الحمد لله. توصل الناس بخير وعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله خير وعافيه. خير وعافيه ان شاء الله. بسمي الله انه الناس تكون بخير وعافيه وسلامه وغنى، وان يبعد اولاد الحرام عنهم، وان يشافيهم ويعافيهم، وان يعافيك يا خال بحق محمد وآل محمد. امين رب العالمين. لا تنسونا بافضل الدعاء، واريد الدعاء الخالي، دعاء الخالي ابو بشار جميل سعيد. لا تنسونا بافضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.